الولاية صاحب الجلالة والمهابة، أدام الله عزكم ونصركم وخلد في الصالحات ذكركم عملا بتوجيهاتكم السامية الداعية إلى نهج مقاربة التواصل إدارة الحوض مع المرتفقين من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفي غمرة تخليد الذكرى 62 لانطلاق عمليات جيش التحرير في الجنوب المغربي، والذكرى 63 لعيد الاستقلال، وللأيام المجيدة الثلاث التأم يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بمدينة تيزنيت لقاء تواصلي مع أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير لاستعراض وتقييم حصاد المنجزات والمكاسب المعنوية والمادية والاجتماعية والصحية لفائدتهم ولفائدة أبنائهم، بغية تيسير إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي وتكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وبهذه المناسبة الكريمة يا مولاي، يتشرف قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وسائر الفعاليات المشاركة في هذا اللقاء التواصلي بأن يرفعوا إلى مقامكم العلي بالله آيات الولاء والإخلاص، معربين للجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره عن عميق الامتنان وجميل العرفان بما تحيطون به هذه الأسرة المجاهدة من فائق عنايتكم وسابق حدبكم، مجددين تجندهم التام وتعبئتهم المستمرة تحت قيادتكم الحكيمة للدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية، مباركين مضامين الخطاب السامي لجلالتكم بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي تؤكدون فيه على مواصلة تنمية أقاليمنا الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، وعلى دور الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية المندمجة لسكان الأقاليم الصحراوية. وإن قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بهذه الربوع المجاهدة يا مولاي يكبرون باعتزاز عميق ما تحقق في عهدكم الزاهر من منجزات باهرة ومكتسبات عظيمة لتوطيد دعائم دولة الحق والقانون وتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، مباركين توجيهاتكم السديدة الهادفة إلى إطلاق جيل جديد من المشاريع والبرامج التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصافي الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم والأرغد للمواطنين. رحم الله شهداء الكرامة والحرية والاستقلال والوحدة الترابية والواجب الوطني، وفي طليعتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جدكم المنعم جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والمنفى، والدكم المكرم مبدع المسيرة الخضراء ومحرر الصحراء وموحد البلاد جلالة المغفور له الحسن الثاني، وحفظكم الله يا مولاي بما حفظ به السبع المثاني والقرآن الكريم وأسدل عليكم أردية الصحة والعافية، وحقق بكم وعلى يديكم كل ما تصبون إليه وتنشدونه من بناء ونماء وتقدم وازدهار وأمن واستقرار، وأقر عينكم بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي قاطبة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام على المقام العالي لله.